صدقون عاد دشيت لقيت واحد شنو زرزور ها صغيرونه، سألته شنو قضيتك؟ كان يقول لي مؤبدين. قلت له نعم. كان يقول مؤبدين. شلون مؤبدين؟ قال أنا أول مرة انحكمت وودوني العمومي، كان انحكم في مؤبد مخدرات ها، وداخل السجن هني إيه هم قضية تجار مخدرات، هذا مؤبد ثاني، يعني مؤبدين عنده. سمعوا وانتوا حكموا ها. شلونك؟ انت شلون اثنين مؤبد؟ اول يجي دخل امامي يقول هذا كفله فراش انزين ايه انجل بعدين في انا روبت ايه بعدين هذا مو بس ثاني مره يمسك ايه ليش ثاني مره يمسك مو بعد؟ ثاني مره يمسك هذا نفر يجي يقول ابي شغل، انا اقول ما ابي شغل. بعدين نفر يقول انت ما ابي شغل، انت ما يطلع انت ده. طلعت بكفاله ايه بكفاله على ما في كفله هذا في فراش افراج ايه. وبعدين رديت مره ثانيه تزاول مهنتك اللي هي إيه مخدرات. ايه مخدرات تبيع ايه اوكي. لا في نفر ثاني يمسك إيه؟ هو اقول شو اسمي انا انا اقول انا ما ابي هذا مخدرات زين ايه. انا اقول انا ما ابي شغل، نفر ثاني ابي تليفون اقول ابي شغل، اقول ما ابي شغل خلاص. بعدين هذا نفر ثاني يمسك نفرات قول شو اسمي انا. بعدين انا في بيت هذا موبايل يجي موبايل ولا يمسك انا زين. بعدين هذا كبي خمسة نفر، بعدين هو خمسة نفر يمسك سواسو قول أنا. بعدين هذا واحد نفر قول هذا هو أكو، قول هذا ما هو ما يعرف شيء. بعدين أنا مو أنا وأعرف هو مو أعرف وأنا مو أعرف ما يشوف هذا. أنت داخل إني سجن ياخذ مؤبد ثاني لأنه يبيع مخدرات داخل. إيه. أنت يبيع داخل مخدرات عطوك مؤبد ثاني، يعني عندك أنت الحين اثنين مؤبد صح؟ إيه اثنين مؤبد. اثنين مؤبد، يعني متى تبي تطلع إن شاء الله؟ بعد 50 سنة؟ 37 37 سنة؟ ايه انا 37 كم عمرك الحين؟ انا عمر 20. انت عمرك الحين 20؟ ايه. وبعد 37 سنة تطلع؟ ايه. يعني 57 سنة عمرك؟ ايه. راح تطلع؟ ايه. انت داخل بلد هني يجي من بلد ايه مال انت عشان ياكل عيش ولا يبيع مخدرات؟ لا انا ما في شرب، هذا شرب عيش، ما في شرب هذا مخدر. انت ما في شرب بس انت يبيع، انت يقتل نفر، ليش سويت كذي؟ لا انا ما في شرب، هذا ما في شرب سيجاره. ادري انت ما يشرب وانت ما تتعاطى وانت شاطر وانت جميل، بس انت قاعد يذبح نفر اخر. ايه نفر هذا نفر دق التليفون قول له ايه يدق تليفون يقول لك ابي مخدرات انت تركض تروح تودي لك. انا اقول ما يبي بس عشان جاي عندي مؤبدين. ايه ما يبي بعد النفر ما يبي شغل هذا يزيد في السجن. ادري انت ايش حق يجيني داخل سجن مو انت يبيع مخدرات؟ ايه في مخدرات. ليش يبيع مخدرات؟ هذا ما يعرف انا ليش ما يصير مخدرات. احترام حق هذا البلد، انت ما يعرف انت يبيع مخدرات داخل بلد انت يمسك مباحث؟ لا ما يعرف هذا الشيء؟ ايه لا ما يعرف. ما يعرف. ما يعرف. انت عبالك يعني سايبه كل واحد يبيع مخدرات. ايه. صدق يعني المفروض يعدمونك، مو يخلونك 37 سنة هني تاكل وتشرب وتنام، المفروض اعدام. يعني مرتين يمسكونك اتجار، مرتين اثنين مرة انت يمسك تاجر، هذا نفر خلاك انت يبيع مخدرات عبالك فلوس وايد الحين انت داخل السجن، انت ما يشوف اهل هناك قاعدين، انت ما يشوف احد. مو حرام يسوي كذي انت؟ مو حرام؟ حرام ولا مو حرام؟ انت غلطان ولا مو غلطان؟ شو غلطان؟ انا ما اعرف هذا مخدر شنو؟ هذا ما اعرف. ما اعرف مخدر شنو؟ انت قاعد تبيع؟ هذا انت تاجر مرتين شو ما هذا؟ انا ما اشوف هذا مخدر شنو؟ انا ما اشوف هذا مخدر شنو؟ بس يبيع. مو داخل البلاد، هذا مو داخل الكويت. انا داخل الكويت في يجي بعدين هذا المفروض قول ابي شغل، انا اقول ما ابي. أنا أقول ما يبي شغل، قول هذا في نفر إيه بالتاني بعدين أنا أسوي. كلكم تقولون هالكلام، كل تقول أنا ما يعرف وأنا ما يعرف، أنت يعني أنت عارف إن أنت يجي هني تاجر مخدرات، هذا سجن، هذه زنزانة مال أنت لأن أنت يبيع مخدرات، صح؟ ما أدري إيش أقول لك، الله المنتقم، أوكي؟ يلا، السلام عليكم.